تعرضت للظلم. عندي هاي الرسالة نختار موجهها لرئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني لأجل رفع عن الظلم. هو أعلني إجبرت مذكرة تحويل لمعهد الشيخ المعلوم في اللوغة في السنغال في نفس في مارس 2022، بعد فترة قليلة التقطت مذكرتي ونعطيت لأستاذ آخر محول لدار القرآن الكريم، مجمع دار القرآن الكريم للشيخ إبراهيم نياص في السنغال. وهذا ظلم رافع لفخامة رئيس الجمهورية راجل إن شاء الله راجل من عنده يرفع عني هذا الظلم. وقطعا وصلت ملتمس لوزير الأمين العام رئاسة الجمهورية دكتور مولاي محمد الأغرب بمقاطعة ولاته. جاءت الجماعة وقالت له الموضوع، عرضت عليه الموضوع وطالب من رئيس فخامة رئيس الجمهورية قضيتها يشوف إجازة خير إن شاء الله. والله ولي التوفيق.